إذا عم تقولي عن هيك عن قناعة إنه الفن حرام، اليوم يمكن كتار من الناس يتفاجئوا إنه ميليسا اللي بتعمل كل هالشو على المسرح بتقول إنه الفن حرام. إيه إذا بدي روح أنا أحكيك كشرع وكدين، إنه بالدين إذا بدي أحكيك كدين إنه دين إنه محرم الغنى والمرأة كلبس عرفت كيف؟ من هاي الناحية أنا عم رد هون بالدين عليك. الإسلامي عم تحكي. إيه عم بحكي إنه كدين إسلامي. قديش عندك خطايا يعني؟ يا الله الخطايا كتير. لا لا مش كتير الخطايا، لا الحمد لله كتير. يعني اذا الفن محرم واللبس والغنى وهيك يعني هيدول خطايا بس هيدا هون هون هون. لا ليك لانه عندي افعال خير يعني ان شاء الله ربي بيسامحني بهيدول.